بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعقنا طبعا بأنشطة لتقويم وتعلمات ودعمها الوحدة السادسة، المرجع هو المفيد للاجتماعيات القسم الخامس ابتدائي. إذا نشرع على بركة الله. نعم، عندنا هنا النص الأول تيقول لنا: وانتظمت الممالك السودانية في سلك طبعا طاعته أحمد المنصور السعدي سنة 1591، وهذا ملك ضخم لم يكن لمن قبله. ولما فتح الله عليه طبعا ممالك بلاد السودانية، حمل إليه التبر الذهب الخام ما يعي ما يتعب يعني الحاسبين، ولأجل هذا لقب بالذهبي، لقب بالذهبي. إذا النص قرأه أكثر من مرة ثم نجيب على الأسئلة. اسم السلطان السعدي، وأحدد فترة طبعا حكمه. إذا اسم السلطان فهو ندير هنا أولا، اسم السلطان هو أحمد المنصور السعدي. أحمد المنصور، نعم أحمد المنصور السعدي. نعم، فترة حكمه راه معروفة، 1578 ميلادية إلى وفاته 603. إذا هذه هي فترة الحكم ديالو. ها هي، إذا السلطان هو أحمد منصور السعدي، فترة الحكم ديالو 1578 ميلادية إلى 1603. هذا طبعا بالنسبة للسؤال رقم واحد. نعم، نشوفوا دابا الآن السؤال رقم الثاني الذي يقول: المناطق التي فتحها هذا السلطان ووسع فيها ملكه. نعم هي، ولما فتح عليه ممالك بلاد السودان. إذا ممالك بلاد السودان. نعم، إذا السؤال الثاني: ممالك طبعا ها هي البلاد السودانية، البلاد السودانية. إذا هذه اللي طبعا توسيع فيها طبعا ملكه، إذا اللي هي الممالك السودانية. الفوائد التي جنتها الدولة السعودية من هذه الفتوحات وبانعكاسات ذلك عقب الظلم. إذا من خلال النص يعني حمل إليه التبر الذهب الخام. إذا هنا نقولوا جلب التبر. نعم، قلنا التبر شنو هو؟ هو الذهب طبعا الخام. إذا وطبعا كان عندها وبينوا انعكاس ذلك كان انعكاس ايجابي طبعا، انجلب الذهب انعكاس طبعا كان ايجابي، انعكاس ايجابي وهام، انعكاس ايجابي وهام. نعم، التمرين الثاني: ابين اهميه صناعه السكر وقصر البديع في عهد الدوله السعوديه. اذا اين تجلى اهميه صناعه السكر؟ فصناعه السكر الاهميه ديالو، اول نبدا بصناعه السكر، هي صناعه السكر طبعا هذه من المآثر التي خلفها أحمد منصور الذهبي، اللي هي معامل السكر طبعا لصناعة السكر، التي إذا من الأهمية لها تزويد الأسواق الداخلية، تزويد الأسواق الداخلية. نعم، تزويد الأسواق الداخلية طبعا بالسكر الأولى، ثم الأهمية هذا السكر تصديره إلى طبعا افريقيا و طبعا اوروبا. هنا قلنا انجلترا نعم وايطاليا. اذا الاهميه ديالو هو تزويد الاسواق الداخليه وطبعا تصديره هذه الاهميه. بالنسبه طبعا القصر البديع، القصر نعم القصر البديع، اعتذر على الكتابه، القصر البديع. فطبعا أهمية ديالو أنه كان قصرا طبعا ضخم، إذا للاستقبالات، للاستقبالات الأهمية ديالو كتجلد. وطبعا أسمي بديع لما فيه من إبداعات وطبعا وزخرفة ونقوش يعني بديعة. نعم، إذا كان من بالأهمية ديالو هو طبعا هو قصر ضخم للاستقبالات آنذاك. إذا نمر إلى طبعا الدرس 12: الدول العلوية، توحيد البلاد وبناء الدولة. التمرين الأول: أجيب عما يلي، أعرف بأصل ونسب طبعا العلويين. إذا الأصل ديالهم أنهم هاد العلويين، الأصل ديالهم طبعا قادموا من الحجاز. نعم، قادم العلويون، نعم من العلويون، من
الحجاز، نعم. وطبعا فهم ينتمون إلى آل بيت، الانتماء ديالهم ينتمون أو ينتسبون إلى آل البيت، بالضبط فاطمة الزهراء بنت رسول الله، فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نزلوا بسجل ماذا؟ إذا في نزلوا، نزلوا بسجل ماذا؟ كنعرفوا بالعلويين سجل ماذا؟ طبعا سنة 1266 ميلادية، سنة 1266 ميلادية هي واحد تعريف بسيط. إذا قدم العلويون من الحجاز ينتمون أو ينتسبون إلى آل البيت فاطمة الزهراء بنت رسول الله طبعا وعلي بن طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلوا بسجل ماذا سنة 1256. هنا قال لك أملأ الجدول بعد نقله في دفتري بالمعطيات التاريخية المناسبة عن الدولة العلوية. إذا عندنا التأسيس شكون هو؟ طبعا الأول هو المولى محمد الرشيد. بالنسبة للتأسيس كاينه المولى محمد الرشيد، نعم. وكان سنة 1600 فترة حكمه 1600 طبعا و40 1640 ل 1664 1664، نعم. إذا شنو هي إحدى مميزاته؟ أنه طبعا واجه العثمانيين في الشرق، واجه العثمانيين مواجهته للعثمانيين، نعم. ثم كيجي إذا مولاي محمد، عفوا هنا مولاي الرشيد، هنا في الولاية مولاي محمد، ها؟ أما الثاني هو المولى الرشيد. عندنا المولى محمد من مورا مولى الرشيد اللي هو سنة 1664 طبعا ل 1672، 1672 ميلادية. إذا عندنا المولى محمد كيتجي من موراه المولى طبعا الرشيد. طبعا إذا شنو درنا هاد ذا؟ فتح مدن ومراكز. إذا فتح هاد مولى رشيد فتح مدن وطبعا ومراكز تجارية، فتح مدنا ومراكز تجارية. يأتي بعده المولى إسماعيل. إذا المولى إسماعيل عبد من 1672 إلى 1727، إلى 1727 ميلادية. هذا المولى إسماعيل إذا ماذا فعل؟ إذا من بين المهمات هو بناء القصبات، بناء طبعا القصبات، وخاصة مثلا القصبات بولعوان، مثلا بناء القصبات مهم، كاين قصبات بولعوان كما رأينا في طبعا الدرس. إذا هادو كلهم هذه هي مراحل ديال التأسيس ديال الدولة العلوية. كاين المولى محمد مولى رشيد ثم المولى إسماعيل، وها فترة الحكم كل واحد منهم وبعض أهم إنجازات ديالهم. واجه العثمانيين، فتح مدن ومراكز يعني توحيد البلاد، ثم هنا بناء قصبات، بناء القصبات، نعم. نمر إلى التمرين الثاني، أعرف ما يلي: الدلائيون والسملاليون والقصبة. إذا عندو الدلائيون، هاد الدلائيون راه هي زاوية، نعم زاوية بالأطلس المتوسط، زاوية بين بالأطلس المتوسط، نعم. تطلعت للسلطة السياسية، تطلعت فوكاش، تطلعت للسلطة السياسية طبعا بعد ضعف السعديين، بعد ضعف السعديين، نعم. تطلعت للسلطة طبعا بعد ضعف السعديين منذ سنة 1637 ميلادية، 1637. دابا غنمشيو للسملاليون، السملاليون نعم، زاوية بيسوس، هذه زاوية كذلك ولكن بيسوس، نعم. تطلع زعماؤها، تطلع زعماؤها طبعا ثاني بعد ضعف السعديين، بعد ضعف السعديين طبعا للاستقلال بالجنوب، الهدف هو للاستقلال طبعا بالجنوب. ثم القصبة، تعريف ديال القصبة وحصن دفاعي، هذا قصبة راه حصن
الحاء حصن دفاعي للحراسة وضمان الأمن، للحراسة وضمان الأمن، وضمان الأمن نعم. وكيسميوها كذلك القلعة، نعم كنسميها شنو هو القلعة، تتميز بعلوها، إذا تتميز باش بعلوها، تتميز بعلوها ومثانة بنائها، مثانة بنائها، مثانة بنائها. نعم نقراو من الأول هذا الشيء. إذا عندنا الظلائيون زاوية بالأطلس المتوسط تطلعت للسلطة السياسية بعد ضعف الصعيدين منذ 1937، نقلوا هذا الشيء بشوية. السملاليون زاوية بيسود تطلعت علماؤها بعد ضعف الصعيديين لاستقلال الجنوب بجنوب طبعا المغرب. ثم القصبة حصن دفاعي للحراسة وضمان الأمن، وكانت تسمى كذلك بالقلعة وتتميز بعلوها ومتانة طبعا بنائها. هي دي نقلوها، قيدوا في خاطركم هذا التعريف. حظ سعيد.